السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد في قناه الاهلي. النهارده طبعا بنحاول من خلال قناه الاهلي ان نسعدكم باستمرار، بنسعد جمهور النادي الاهلي على قد ما بنقدر طبعا نبقى موجودين مع فريق كره القدم للنادي الاهلي في اولى مبارياته الوديه امام نادي النصر، بنبقى موجودين معاكم حصريا في هذه المباراه وبنذاعها على الهواء من خلال طبعا استوديو تحليل. هيكون معانا نجوم طبعا كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه. دائما بنحاول نسعد جمهورنا، بنحاول كل صغيره وكبيره لدى الفريق الاول لكره القدم ان احنا نوضحها لكم ونبينها لكم بشكل كبير. النهارده مباراه اولى طبعا لهذا الموسم، وديه لهذا الموسم، سدادا لهذا الموسم. طبعا احنا عارفين ان احنا اولى مبارياتنا في الدوري الممتاز امام طلائع الجيش، ثم ان شاء الله في مباراتين مهمتين طبعا امام الترجي او مباراه الترجي، وايضا عندنا بطولات هنبقى في البدايه. طبعا بطوله السوبر دي مهمه جدا بالنسبه لنا، ان شاء الله نحققها تبقى ثلاثيه ان شاء الله بامر الله. عايزين نتكلم طبعا عن هذه المباراه، لكن قبل ما اتكلم على مباراه اليوم عندنا مباراه غدا لمنتخبنا الوطني، يعني ما زلنا بنتكلم فيها بقالنا يومين، ويعني اكيد كلنا في انتظار هذه المباراه وانتظار نتيجتها ان شاء الله، نتمنى انها تكون ايجابيه، لان كلنا حلم وكان عندنا حلم بقالنا في سنين طويله من 90 اخر مره وصلنا لبطوله كاس العالم اللي كانت موجوده في ايطاليا. اعتقد حتى الان يعني كل مره بنحاول ان احنا نروح الامور بتبقى صعبه او بتنكسرها او بينكسر هذا الحلم على اقدام بعض المنتخبات اللي ممكن ما تكونش في نفس مستوى منتخبنا، ولكن طبعا المره دي مختلفه ان شاء الله. كلنا عندنا تفاؤل، كلنا عندنا امل في وصول منتخبنا ان شاء الله لبطوله كاس العالم 2018 بروسيا. ان شاء الله مباراه المكسب او نتيجه ايجابيه هتديك الحافز ان شاء الله ان انت تردها هنا في المباراه الثانيه امام اوغندا، ايضا في ملعب استاد الجيش ببرج العرب، تديك امل كبير ان شاء الله نتيجه الغد ان شاء الله بامر الله بنتيجه جيده. عايز اقول لكم طبعا وصول منتخبنا امبارح ل كامبالا باوغندا، والنهارده اولى تدريباته على ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا. يمكن اللاعبين اشتكوا من جزئيه ارضيه الملعب، زي ما بقول لكم امبارح كنت بتكلم ان انت ممكن تشوف الملعب من فوق اخضر وجميل ومستوي والدنيا تمام، ولكن مجرد لما بتنزل ارضيه الملعب بتلاقي بعض النقر، بعض الاماكن اللي ممكن تكون غير مؤهله للعب كره القدم فيه. فممكن ده كان وجهه نظري امبارح، واتحقق فعلا من خلال كده ان المنتخب اشتكى من خلال طبعا وجوده في الملعب النهارده. واضح جدا اللاعبين اشتكوا من ارضيه الملعب، نتمنى طبعا ان شاء الله التغلب على هذه العقبه، لان خلاص احنا مش هنقدر نقول بقى ملعب وحش، ملعب مش هنقدر نلعب، لا انت هتلعب ولازم مطالب بان انت تحقيق نتيجه ايجابيه من خلال تواجدك في الملعب. عندنا القدرات اللي تقدر تشتغل على الجزئيه دي، عندنا اللاعبين المميزين هم بالرغم من ملعب وحش ان هم عندهم القدره على السيطره على الكره في الملعب ده، ويقدروا ينقلوا الكره من رجل ورجل، وممكن كمان تغيير الخطط، تغيير اسلوب اللعب داخل الملعب من خلال طبعا مسيرته كوبر، وقبل كده اشتغل على ملاعب او لعب على ملاعب ممكن ما تكونش جيده، شفناها كده في بطوله افريقيا لو نتذكر في الجابون. ان شاء الله بكره منتخبنا هيلعب بالزي الابيض. الاستاذ الايهاب الهيطه المدير منتخب الوطني اجتمع او في الاجتماع الفني التكنيكال ميتنج مع نظير اوغندي اصفر عن ارتداء منتخبنا هيكون بالزي الابيض، بينما يكون اصحاب الارض بالتيشيرت الاحمر والشورت الاصفر. ان شاء الله يمكن الحكم الموريتاني هو الحكم المباراه بوشعيب المغفري هو حكم المباراه، وطبعا هيكون معاونيه هيكون موجودين معاه بكره ان شاء الله. نتمنى طبعا تبقى جزئيه التحكيم جزئيه هي دي برضو مهمه في هذه المباراه، يبقى في حته العدل وحته ان انا ما فيش حاجه تيجي عليا، تكون نتمنى طبعا يبقى في العدل اهم حاجه، واهم حاجه كمان من منتخبنا ان احنا ما نعملش اي فاولات حوالين ال 18، او ندي الفرصه للحكم ان يبقى عندنا مشكله جوه ال 18 او حواليها، لان دي بتسبب خطوره لمنتخبنا. يا رب ان شاء الله يكون هو ده التفكير عند اللاعبين. ايضا المهندس هاني بوريده بيتكلم على ثقته الكامله بالمنتخب وثقته الكامله باللاعبين والجهاز الفني، وهم قد ايه هم استعدوا بشكل كبير جديد جدا في الفتره اللي فاتت. عايز اطمن طبعا على منتخبنا اللي موجود حاليا في اوغندا، واللي موجود طبعا بعثه اعلاميه وبعثه صحفيين ومواقع، طبعا اهتمام الاعلام المصري بهذه المباراه اعلام يعني اهتمام كبير جدا. معايا من اوغندا الصحفي والناقد الرياضي محمد مراد، برحب بيك يا محمد.
ازيك يا كابتن محمد، او حضرتك ايه وكل طيب؟ تحياتي ليك محمد. يا ريت طمنا طبعا النهارده اولى التدريبات على ملعب نيلسون مانديلا، هي تدريبه واحده تقريبا وبعد كده ان شاء الله المباراه. تمام بلغني يعني. تمام، هو يعني تدريب، يعني هو تدريب واحد واخير يا كابتن محمد. طبعا المنتخب لسه واصل امبارح حوالي الساعه 11 بالليل لاوغندا. تدريب كان النهارده معظمه حاجات بدنيه وجمل تكتيكيه كده، تقسيمه كده في وسط الملعب بين بعض اللعيبه. كوبر ما كشفش حاجه خالص عن الخطه، كان في حضور اعلامي اوغندي كبير، كان في جماهير برضو مصريه واوغنديه كبيره حاضره التدريب. اكتفى يعني التدريبات كده في وسط الملعب بدنيه، اكتفى بان هو اجتمع ببعض اللعيبه تحديدا من خط الوسط، محمد النني وسام مرسي وطارق حامد واسام عاشور. يعني ده الحاجه الوحيده اللي هي التكتيكيه اللي كانت بارزه للتدريب. قعد يديهم شويه تعليمات ازاي يامنوا من وسط الملعب، يعني هيعتمد بكره ان شاء الله بخطه دفاعيه، تامين خط الوسط مع تامين دفاعي، ان هو مش عايز يبتدي الماتش مهاجم، عايز يمتص طبعا حماس اللعيبه في الاوغنديه في اول 10 دقائق. بعد التدريب كله كان بشكل ترفيهي يا كابتن محمد، فك عضلات بعد اجهاد امبارح، لعبه اجهاد امبارح اللي استمرت اكثر من 6 ساعات او 7 ساعات. ده اللي كان اشتغل عليه التدريب، لكن ما فيش اي ملامح لاي تثبيت للابتدي بقى بكره. طيب بالنسبه لارضيه الملعب، اللاعبين اشتكوا فعلا من ارضيه الملعب؟ ها يعني هو كلهم الحقيقه كان في صدمه كده يا كابتن محمد على اللعيبه وهم داخلين. يعني كنا بنسمع من الاعلام الاوغندي والاعلام المصري ان ارضيه الملعب مميزه، اللعيبه اتصدمت من ارضيه الملعب. يعني كان في تعليق حتى طريف من محمد صلاح مع اللعيبه، قال لك ده جنينه مش ملعب. يعني ارضيه يعني في مطبات كتير في قلب الملعب، في حته عاليه وحته واطيه، لكن اللعيبه قال لك خلاص مش مهم، مش هنحطها انها تبقى يعني حاجه يتعللوا بها لو حصل لا قدر الله اي نتيجه غير الفوز، ولكن ان شاء الله احنا هنلعب بكره مهما كان الظروف. لا ما هو ما فيش ده كان لقاءهم برضه كنت حكيتهم مع الكابتن هنا ابو ريده قبل، يعني هم واقفين مع بعض قبل التمرين. هو ما فيش اي حجج طبعا، خلاص يعني مش موضوع حجج، هو الموضوع نفسه انت محطوط في امر موجود ان انت عايز توصل كاس عالم، تلعب بقى في ارض رمله، تلعب في ارض تراب، تلعب في ملعب مش حلو، المهم هو طبعا وصولك لكاس العالم. هو زي ما قلت كابتن محمد، يعني هو التعليق ما خدش اقل اكتر من نص دقيقه مثلا، هم بيعملوا بيشوفوا الارض بيبصوا عليها قبل التمرين، وقفوا مع بعض قال لك خلاص مش مهم، يعني مش هتفرق كده كده ان شاء الله، اهم حاجه عندنا بكره الماتش. احنا متعودين على ملاعب افريقيا ودي معظم الملاعب اللي موجوده في افريقيا. شايف ان في تركيز وحماس على معظم اللعيبه بكره. في لغايه دلوقتي يعني التشكيله كابتن يعني شبه محسوم، يعني خلاص الخلاف اللي اعتقد لغايه دلوقتي على الصجوم كهربا ولا عمرو جمال او رمضان. طب بالنسبه لحراسه المرمى محمد، يعني عصام الحضري بنسبه كبيره، هو عصام الحضري في حراسه المرمى، وقدام محمد عبد الشافي واحمد فتحي واحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد النني وطارق حامد، وكان فيهم منافسه جامده جدا من سام مرسي ان هو يدخل مكان على حساب طارق حامد، وفي طبعا عبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه. المركز ده الهجوم اللي فيه خلاف جامد يا كابتن، يعني كهربا ولا عمرو جمال او رمضان. اعتقد يعني لغايه دلوقتي عمرو جمال الاقرب بنسبه كبيره ان هو يكون هجوم منتخب مصر بكره قدام اوغندا. طيب انا مش عايز اطول عليكم، لكن طبعا اهتمام وسائل الاعلام او الميديا هناك في اوغندا بالنسبه للمباراه ماشيه ازاي، او كان وضعها عامل ازاي؟ يعني اول التمرين يعني ده سبب رئيسي ان كوبر يغير، يعني يعتمد على اداء بعض الجمل التكتيكيه بس النهارده، انه كان في وجود اكثر من قناه اوغنديه موجوده في التمرين، اكثر من اعلاميين موجودين برضه من الجانب الاوغندي في التدريب، جماهير اوغندا كانت موجوده بره الاستاد بصوره كبيره، معظمهم يعني كان على حسب تصريحات يعني بعض الاوغنديين ان هم جايين تحديدا لمحمد صلاح، يعني محمد صلاح نجم ليفربول طبعا، هم هنا بيهتموا جدا بالكوره يا كابتن محمد، بيهتموا بالدوري الانجليزي، يعني اكثر مشاهده حتى للدوري الاوغندي. يعني هنا اهتمام جامد جدا بالدوري الانجليزي، وقعدوا يشاوروا لصلاح على ماتش ارسنال والربوعيه بتاع ارسنال، محمد صلاح يداعبهم ويقول لهم قولوا للنني بقى، يعني شاوروا النني ويقولوا له اربعه برضه، يعني بيداعب النني وهو في التمرين. يعني ده اكثر حاجه كان مهتمين بقى جدا محمد صلاح، جماهيريه كبيره جدا كابتن محمد طبعا، ربنا يوفقهم كلهم ان شاء الله. كبيره جدا يعني هو لعيب يستاهل الامانه. طبعا طبعا ربنا يوفقهم كلهم جميعا، النني، محمد صلاح، رمضان، احمد حجازي، كل اللاعبين المحترفين سواء بقى في الدوري الانجليزي او في الدوريات الاخرى الاوروبيه. بشكرك محمد مراد طبعا ناقد رياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. اكيد الاهتمام سواء بقى من
مجلس اداره اتحاد الكوره والدعم اللي بيدعمه اللاعبين والجهاز الفني ايضا الدوله نفسها، سفيره مصر باوغندا طبعا معالي السفيره مي طه بتطمن بشكل كبير على منتخبنا، يعني العقبات اللي بتواجه المنتخب هناك بتحاول طبعا تذللها بشكل كبير، ودي حاجه مميزه جدا. وان شاء الله دايما بثمار دايما البعثات الدبلوماسيه اللي بتبقى موجوده في الدول الافريقيه او الاوروبيه او اي مكان بتروحوا المنتخبات المصريه سواء كره قدم او العاب اخرى، تذليل العقبات بتبقى هو دور مهم جدا ليهم، لان احنا طبعا في الاول وفي الاخر احنا بنمثل بلدنا بنمثل مصر، ويوم ده هيبقى يوم صعب جدا بكره ان شاء الله، نتمنى ان هو يتسهل من خلال طبعا تذليل كل العقبات. ما ينفعش ان انا ما اتكلمش طبعا على الشركه الراعيه للمنتخب الوطني او الكره المصريه استاذ محمد كامل بيطير الى كامبالا لحضور هذه المباراه غدا. طبعا كان في مؤتمر صحفي في ابو ظبي عشان مباراه السوبر اللي هتقام ان شاء الله، السوبر الاماراتي اللي سوف تقام ان شاء الله في مصر بين الجزيره والوحده. الاستاذ محمد كامل كان موجود هناك عشان هذه المباراه اللي هتكون يوم 5 يناير المقبل، ولكن طبعا بما ان الشركه بتقوم بدور كبير جدا في الكره المصريه بقى لها فتره طويله حتى الان، يهمها طبعا هذه المباراه، والاهتمام طبعا واضح من جميع المصريين سواء بقى الشركه الراعيه الجهاز الفني اللاعبين الجمهور، كل ده مهم جدا جدا. وطبعا استاذ محمد كامل بيقوم بدور كبير ومجهود كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وبيثير طبعا لحضور هذه المباراه. كل التوفيق لمنتخبنا، وده الاهم، الشركه الراعيه كلنا عايزين منتخبنا يوصل، هتفرق معانا كمصريين كاستثمار في كرة القدم كشكل صناعة كرة القدم في مصر من خلال وصول منتخبنا لكأس العالم إن شاء الله. والله يعني الناس مش متخيلة، لا هتخيلوا إن شاء الله الأمور هتتطور بشكل كبير. قعدنا 5 سنين الأمور وقفت عندنا في كرة القدم، الخطوة بتاعت كأس العالم دي هتودينا في حتة تانية خالص، هتودينا لقدام 10 سنين في تطور. هو ده اللي انا بتكلم عليه وان احنا بنتمناه. طبعا حلم وصول ده ان انت تلعب في كاس العالم مع الدول العالميه في كره القدم ايضا دي حاجه مميزه جدا، ولكن انا بتكلم على صناعه كره القدم في مصر، هتفرق كتير جدا جدا وصولنا لكاس العالم. كلام بقى هنتكلم بقى على فريق النادي الاهلي النهارده والمباراه اللي احنا بنتكلم عليها، مباراه الاهلي والنصر، اولى المباريات الوديه استعدادا للموسم الجديد للنادي الاهلي، مع نجومنا وضيوفنا طبعا كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه والتحليل الفني لهذه المباراه بعد الفاصل.